مباشرة إلى جو وفقرة التواصل الاجتماعي. أهلا جو. شكرا بيرتا، وطبت أوقاتكم مشاهدينا. سؤال اليوم: مئات القتلى والجرحى سقطوا في تدافع الحجاج بمشعر منى، كيف يمكن تفادي تكرار حوادث الحج؟ أول مشارك معنا أبو عمر العلي قال: يتم تفادي ذلك بإجراء تحقيق دقيق وواسع ومعاقبة المنظمين، ثم بتوعية الحجاج إعلاميا، ويوجد من يفتعل التدافع والتزاحم لإحداث مشاكل في الحج. عز خالد محمد اعتبر أنه يمكن تفادي مثل هذه الحوادث بتنفيذ برنامج إرشادي يتلقى فيه الحجيج تعليمات عن كيفية التصرف في مثل هذا الموقف العاجل واتباع خطوات عاجلة في تنفيذه. أما رانيا النقيب فقالت: نحن في العراق عند زيارة الإمام الحسين يتعدى العدد 10 ملايين زائر من جميع أنحاء العالم، ونحن في أوضاع أمنية صعبة ولا تحدث حوادث من هذا القبيل. ملاك سايهي: جماهير كرة القدم تدخل الملاعب يوميا وأسبوعيا ولم نسمع عن أحد قتل نتيجة التدافع، لكن الشعوب العربية اعتادت على ثقافة الفوضى، وقبل تهيئة المنشآت لابد من تهيئة العقل العربي ونشر الوعي. أطلقت مايكروسوفت تطبيقها الجديد سند لمنصة التشغيل أندرويد، وذلك بعد أن كانت قد جعلته متاحا لمستخدمي منصة التشغيل iOS في شهر يوليو الماضي. ووفقا لما نشرته مايكروسوفت على موقعها، فإن تطبيق سند متاح للجميع بشكل مجاني، حيث يقوم على تحسين تجربة المستخدم في تصفح رسائل البريد الإلكتروني، حيث يعتمد التطبيق على البنية التحتية للمستخدم في البريد الإلكتروني الخاص به على Outlook، فهو في الأساس يحول البريد الإلكتروني إلى خدمة رسائل تشبه خدمة واتساب. ساهمت ساعة أبل الذكية أبل واتش في إنقاذ حياة فتى أمريكي يبلغ من العمر 17 عاما بعدما رصدت الساعة زيادة غير طبيعية في معدل دقات قلبه وفقا لقناة ABC. وروى الفتى بول هاول قصته مع ساعة أبل الذكية في حواره مع المحطة، موضحا أنه استعان بها بعدما شعر بألم في صدره وظهره خلال أداء تمرين لكرة القدم وبعده. وأوضح هاول أنه لولا ساعة أبل لما كان قد اكتشف حالته المرضية. المدير التنفيذي لشركة أبل تيم كوك اتصل به ومنحه فرصة لإكمال فترة عمل تدريبية في شركة أبل. تعمل جوجل الآن على إطلاق خدمة يوتيوب ريد، والذي من المتوقع أن تعلن عنه بشكل رسمي في 29 من الشهر الحالي. الخيار الجديد سيسمح للمستخدمين بتشغيل الموسيقى في خلفية هواتفهم الذكية، أي عند قفل الشاشة. كانت المقاطع الموسيقية على يوتيوب تتوقف في السابق إذا أراد المستخدم تصفح الإنترنت أو قفل الشاشة، أما الآن ومع الخيار الجديد سيتمكن المستخدم من الاستماع إلى الموسيقى دون القلق من توقفها عند أدائه أي مهام أخرى. أما فيديو اليوم فهو تسجيل نال نسبة مشاهدة عالية، وهو عبارة عن فتى يراقص كرة زجاجية بطريقة سحرية وعلى إيقاع الموسيقى الحية، فالمشاهد. مشاهدينا، نهاية هذه الفقرة، والآن عودة إلى سياق نشرة الأخبار مع بيرتا. شكرا جو.